هذا وسوف تقيم وزارة التربية والتعليم غدا احتفالها السنوي بمناسبة الذكرى 15 لميثاق العمل الوطني، وذلك في صرح الميثاق الذي يضم أسماء من صوتوا في تلك اللحظة الفارقة في تاريخ البحرين الحديث. وسوف يشارك في هذه الاحتفالية أكثر من 4000 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة والجامعات. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة شيخة يوسف الجيب، مديرة إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات، لإلقاء الضوء على هذه الفعالية. بداية وبعد التحية سيدة دكتورة، كيف استعدت وزارة التربية والتعليم للاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني؟ يا هلا، مساء الخير أخت سهير. مرحبا. يطيب لي أن أبشر في البداية إذا سمحتي لي، يطيب لي أن أرفع إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى والحكومة الرشيدة وشعب البحرين الوفي خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول الذكرى 15 للتصويت على ميثاق العمل الوطني. استعدادات وزارة التربية والتعليم من انتهاء من مهرجان البحرين أولا، نعم، اجتمعت اللجنة العليا برئاسة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لوضع الاقتراحات والتصورات وتشكيل اللجان. بدأنا نشتغل وحطينا برنامج حافل إن شاء الله حق بكرة يستعدون فيه طلبتنا، أبنائنا الطلبة كلهم، كل مدارس وزارة التربية والتعليم بتشارك في هذه الفعالية. نعم دكتورة شيخة، طبعا ما هي أبرز يعني الفقرات التي سوف تتخلل هذه الاحتفالية؟ إن شاء الله من تشرق شمس ميثاق العمل الوطني نبتدي هذه الفعالية إن شاء الله من بكرة صباحا. تنطلق أول شيء جولة خلوية لكشافة البحرين بسيرا على الأقدام وحامرين راية البحرين العلم الوطني، وبيرددون أغاني وبفرحتهم إلى يوصلون ميثاق العمل الوطني لتسليم الراية لسعادة وزير التربية والتعليم. نعم. عندنا سباق الطرق 4 كيلو طلبة المرحلة الثانوية والإعدادية بنين ذوي الاحتياجات الخاصة أبناء الطلبة بيشاركون في ساحة الصرح في مسابقات رياضية وترفيهية متنوعة. عندنا ساحة الصرح كلها بيكون فيها أركان متنوعة ومتعددة تشمل جميع الأنشطة والفعاليات اللي يقوم فيها طلبتنا في كل شيء، في فنون، ألعاب شعبية، رسم، نحت، ألعاب ومسابقات، يعني طول اليوم الطالب مستمتع في هذه الفعالية. نعم. ينطلق عندنا كرنفال بالسيارات مشاركة جميع الجامعات الخاصة وجامعة البحرين وكذلك مدارس وزارة التربية والتعليم الفنية بتشارك في هذا الكرنفال. نعم. عندنا انطلاق مسيرة طلابية اسمها مسيرة ميثاق العمل الوطني سيرا الأقدام 4 كيلو بمشاركة مسؤولين وزارة التربية والتعليم، وجميع الطلبة اللي موجودين في الصرح بيشاركون معنا من كشافة ومرشدات وطلبات جامعة البحرين والمدارس الخاصة. نعم. كلنا بعدين المشاركين بنوقف في ساحة الصرح ردت النشيد الوطني وبنعدي تحية السلام الوطني النشيد الوطني وتحية العلم. نعم دكتورة شيخة، ربما سوف يعني كيف يمكن أن تسهم مثل هذه الفعاليات في يعني توثيق أو يعني تعزيز مفهوم ميثاق العمل الوطني في نفوس الطلبة والطالبات؟ شوفي حبيبتي، كل البرامج والفعاليات تتعلق بهذه الذكرى الطيبة. عندنا يكفي ان الطلبه لما يجون الصرح ويشوفون اسماء عوائلهم مكتوبه، نعم، كل واحد يشوف اسم ابوه، اسم امه، اسم جدته، اسم خواته، اسم اجداده، كلها مكتوبه في الصرح، انه فعلا يثبت لهم ان كلنا شعب البحرين صوتنا على هالميثاق وانكتب اساميهم في هذا الصرح العظيم، هذا الصرح اللي يمثل فعلا تجديد لنا للولاء والانتماء لهذا الوطن ولهذه الارض الطيبه. نعم. هذه البرامج كلها لما تشارك فيها الطلبة وتجاوب على الأسئلة في المسابقات وتتفاعل فيها وتشوف الواقع سوف تعزز مع زميلاتها، هذه كلها يترسخ في ذهنها بعدين في المستقبل تقول فعلا هذه ديرتي، هذه علمي، هذه وطني، هذه أرضي اللي أنا حافظ عليها. نعم دكتورة شيخة يوسف الجيب، مديرة إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات في وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.